بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم روح المعاني. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن سورة الكهف، وقلنا إن هذه السورة المباركة ربما تدارسناها في أكثر من حلقة. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن فواتحها وقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقلنا إن هذه السورة هي إحدى سور خمس بدأت بحمد الله جل وعلا، وهن الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. ثم تحدثنا عن أصحاب الكهف وما كان من خبرهم وأيامهم، كما قص ربنا جل وعلا في كتابه إذ قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أما اليوم فننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وما بعدهن من الآيات. الله جل وعلا كتب حب المال في قلوب العباد فطرة، قال جل ذكره: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ففطر العباد على حب المال، وكثرة المال يحصل بها فائدتان عظيمتان: الأولى منهما استغناء الإنسان عن الناس، والأمر الثاني تفضل الإنسان على من سواه. استغناء الإنسان عن الناس وتفضل الإنسان على من سواه. فأما الأول فلا يجعل لأحد عليه يدا، وأما الآخر فيجعل له يدا على الناس، والحر يأنف ويأبى أن يكون لأحد عليه يد. قال البارودي رحمه الله: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. فهذا مما يحاول العظماء كثيرا أن يصنعوه وأن يأتوا. أما الثاني فإنه يجعل للإنسان يدا على غيره، وقد كان آل المهلب ابن أبي صفرة رضي الله عنه من أكثر الناس سخاء وجودا، حتى قالوا إن المهلب كان يقول لأبنائه: يا أبنائي، إن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم، إن ثيابكم على غيركم أحسن منها على غيركم. وكان يقول: عجبت لمن يشتري الأرقاء بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. ومعلوم جبلة أن الإنسان إذا أحسن إليه كان تبعا لمن أحسن إليه، وقد قيل: استغني عمن شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. وهذا كله يبين أن الإنسان العاقل يعرف متى يستغني، متى يعطي، متى يأخذ. استغني عمن شئت تكن نظيره، وأعطي من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكون أسيره. نقول أن المال يدور بين هذين الفلكين، وقد فطر الله جل وعلا الناس على حبه، وقال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولذلك كان الناس وما زالوا يشتكون الفقر ويلومون أنفسهم عليه، ولهذا كان الأسخياء من الناس سادة، وقد قيل إن سادة أهل الدنيا الأسخياء وسادة أهل الآخرة هم الأتقياء. وقد عرف العرب عبر التاريخ كل أسخياء كانوا يبذلون المال، في مقدمتهم مثلا معن ابن زائدة الشيباني، يقول القائل: وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال، وكان الناس كلهم لمعن إلى أن زار حفرته عيالا. على أنه أحيانا قد يعرف إنسان بالسخاء ويكون هناك من هو أشد سخاء منه، لكن المعرفة والشيوع والذيوع بين الناس هذا شيء من عند الله لا يمكن جلبه. وقد ذكروا أن معنى هذا على سخائه وجوده لما طلبه أبو جعفر المنصور وأهدر دمه ووضع مكافأة لمن يأتي به، تنكر حتى لا يكاد يعرفه أحد، فلقيه رجل من ضعفاء الناس فقبض عليه، قال: ولما؟ قال: أنت طلبة أمير المؤمنين. قال: يرحمك الله، ومن طلبة أمير المؤمنين؟ يعني ومن يطلب أمير المؤمنين؟ قال: معن بن زائدة. فتنكر معن وأنكر، قال: يرحمك الله، وأين أنا من معن؟ قال: والله لو خرجت من جلدك لا عرفتك، أنت معن بن زائدة من يطلبه أمير المؤمنين. فعرف معن أنه قد وقع، فأخرج منطاقا، نطاقا أشبه بما يعرف الآن بالحزام، مملوءا جواهر ولآلئ، وأعطاه الرجل، قال: خذ هذا، فهذا والله أضعاف ما سيعطيك أمير المؤمنين. فقال له الرجل: إني سألك أسئلة فأجبني بحق يا معن. قال: قل. قال: إن الناس يتحدثون عن جودك، فأنا أسألك: هل جاء عليك يوم أنفقت فيه مالك كله؟ قال معن: لا.
قال هل جاء عليك يوم أنفقت فيه ثلثي مالك؟ قال معن لا. قال هل جاء عليك يوم أنفقت فيه نصف مالك؟ قال معن لا. قال هل جاء عليك يوم أنفقت فيه أقل من النصف بقليل؟ قال معن أظني قد فعلت. فقال الرجل لمعن والله لا أملك إلا هذا الذي آتيتني أو عطية أمير المؤمنين، ومع ذلك خذ جواهرك ولا أليك حتى تعلم أن في الناس من هو أكرم منك. وترك معنا ومضى. فهذا سخاء، وأي سخاء، وجود وأي جود، ومع ذلك لا يعرفه أحد، وإنما وقعت هذه الحادثة لمعن. الشاهد قول الله جل وعلا المال والبنون، طلب المال والتنافس على الدنيا هو الذي جعل الناس يقتادون إلى المحاكم. فالمحاكم إنما يقضى فيها في الفروج والدماء والأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فتنة أمتي في المال، فقد يقتل الأخ أخاه ويتبرأ الأب من ابنه ويحصل أضعاف ذلك في الناس، كل ذلك بسبب جمع الأموال. يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الآمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسرره دنياه تسوه. معرفة الدنيا حقا يهون التزاحم عليها، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. هذا حول قول الله جل وعلا المال وهو جمال ونفع. الآخر قال الله والبنون وهي قوة ودفع. والبنون المراد بها الذكران دون الإناث. والشواهد قائمة على أن الإنسان الكثير الأبناء يدافعون عنه ويقومون به، خاصة عند حلول النوائب ونزول المصائب. ومن يقرأ التاريخ يجد أن كثيرا ممن سادوا إنما سادوا بمنعة أولادهم لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الطائف بعد أن رده أهلها دخل في جوار المطعم بن عدي، كيف حمى المطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر أبناءه وكانوا كثر أن يأخذوا تقلد السيوف، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم وسطهم ودخل بهم مكة والبيت الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت. فاتكأ المطعم بن عدي على أبنائه. قال حسان فلو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فهذا كله من قضية معنى قول الله جل وعلا المال والبنون. فالمال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. وعبد المطلب وهو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في المنام احفر بره وما بره، احفر زمزم وما زمزم عند نقرة القراب الأعصم، رؤيا تتكرر عليه ليلة بعد ليلة حتى تبين له مكانها، فذهب إليها وحفر. وقريش تعجب من صنيعه ولا تبالي به ولا تشاركه، فإذا به يرى طي البئر فعرف أنه أصاب. فلما عرفت قريش أنه أصاب المجد بحفر البئر، لأن الماء آنذاك عزيز، الله يقول بواد غير ذي زرع، قالوا شاركنا فيه، فأبى. ولم يكن له إلا ابن واحد هو الحارث يمنعه من قريش، فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فاتفقوا على كاهنة لبني سعد. فلما ذهبوا إليها وطووا القفار وهم في الطريق، قد بعثت قريش من كل بطن فردة من بني مخزوم من بني سهم من بني تيم، وذهبوا مع عبد المطلب. إذ نفذ الماء الذي معهم، فاحتاجوا إلى الماء، أيسوا كأنهم أسلموا أنفسهم للموت. قام عبد المطلب وبعث راحلته تحت حافرة ناقته أو بعيره، خرج ماء ونبع. فكانوا عقلاء، قالوا يا عبد المطلب إن الذي سقاك في هذه القفار هو الذي سقاك في مكة، فلا حاجة لنا إلى أن نذهب إلى بني سعد. وقبلوا أن تكون السقاية له. وكان هذا أول سؤدد عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ساد عبد المطلب
وكان له الموقف العظيم يوم أن جاء قريش يهدم الكعبة، جاء يوم أن جاء أبرهة يهدم الكعبة، الموقف في قريش. فقريش ترى سيدها ماذا يصنع، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وترى هذا منتهى الحكمة، منتهى الذكاء، لأنه أراد أن يحافظ على الناس ويصون دماءهم، وليس هذا جبن وخور، لكن السفهاء يرون أن هذا جبن وخور. فصعد بهم الجبال، قال لهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، في أبيات أخرى. ثم صعد الجبال، فسلط الله على أبرهة الطير الأبابيل، فعظم شأن عبد المطلب في قريش. موضع الشاهد أنه نذر إن جاءه إن رزق 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربانا لله، فوقع السهم على عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم في الخبر المعروف. والمراد كثرة الولد أنها مانع وتحمي. هذا السؤدد الذي ناله عبد المطلب عرفه البر والفاجر، عرفه البعيد والقريب، عرفته الجزيرة كلها. لما وقف، وهذا من الحكمة، لما وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم حنين وفر الناس، ماذا قال؟ قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو ابن من؟ ابن عبد الله. لكنه لو قال أنا ابن عبد الله ما عرفه أحد، لأن عبد الله ابن عبد المطلب الذي هو والد النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا، مات في 20، لم يكن بعد قد خلد ذكرا أو بنى مجدا، ولا يعرفه العرب. والمقام مقام تعريف. فقال صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا هنا أتكلم عن مسألة حاجة الإنسان للبنين يكونون له ذخرا، لكن ينبغي أن يعلم أن الذي بيده النفع والضر هو الله، ولا يدري الإنسان أين الهداية. ويقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل، وقد أسدى إليه عمر معروفا أيام خلافته، وعمر كان يخرج كثيرا يسم إبل الصدقة، فجاءه الرجل وكأنه أخذ ما يريد، فقال لأمير المؤمنين من باب الكلم الطيب، قال يا أمير المؤمنين خدمك البنون. فنظر إليه عمر وقال بل أغناني الله عنهم، بل أغناني الله عنهم. فالاستغناء بالله شيء أعظم، لكن لا بد أن يجمع الإنسان ما بين التوكل على رب العباد والأخذ بالأسباب. نقول قال الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذا حق لا مرية فيه. وربنا يقول زينة الحياة الدنيا، لما ذكر الله زينة الحياة الدنيا ذكر الزينة التي لا تبيد وتبقى، فقال جل ذكره والباقيات الصالحات. تنصرف أول ما تنصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم كل عمل صالح يراد به وجه الله ويتبع به العبد سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يعد من الباقيات الصالحات، أي يبقى، يكتبه الملك ويجده العبد ذخرا له بين يدي الله إذا لقي الله. وما أحوج الإنسان يومئذ إلى كل عمل صالح. يقولون إن أحد السلف مر على قبر وهو لا يدري أنه قبر، فصلى ركعتين ثم نام على القبر في ظلمة الليل، فبينما هو نائم إذ يرى في الرؤيا في المنام أن صاحب القبر يقول له يا هذا لقد آذيت. قال ومن أنت يرحمك الله؟ قال أنا صاحب القبر. قال أخبرني عن القبر فإنك في دار حق. قال يا هذا والله إن ركعتاك اللتان ركعتهما خير من الدنيا وما فيها. فمن هذا وأضرابه يفهم العبد شيئا من معنى قول الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند من؟ عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولهذا يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي. قال ربنا هنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم ذكر الله جل وعلا ما يكون من شأن يوم القيامة، قال ربنا ويوم نسير الجبال تتحرك من أماكنها وترى الأرض بارزة ليس عليها حجر ولا شجر ولا مدر ولا جبل. يقال بارز فلان فلان، لأنه يوجد جيش هنا وجيش هنا، فيخرج فرد من هنا وفرد من هناك فيصبح بارزين ظاهرين الكل يراهما. وهذا معنى قول الله جل وعلا وترى الأرض بارزة.
وحشرناهم، الحشر وفي لغة القرآن أول ما ينصرف إلى الجمع، لأول الحشر لأول الجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يحشر الجن والإنس والطير وسائر الدواب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. قد مر معنا أن أهل الموقف صفا واحد، والملائكة صفا صفا، أما أهل الموقف فصف واحد، حتى لا يشعر أحد أن ثمة ما يحجبه عن الله. قال الله جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا غير ممولين، حفاة عراة غرلا غير ممولين، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أي أهل الكفر أن لن نجعل لكم موعدا. كان أنبياؤنا يحدثونكم أن هناك يوما آخر، أن هناك يوما آخر، وأن هناك بعثا ونشورا، وأن هناك حياة بعد موت، وأن هناك ثوابا وعقابا، كل ذلك كنتم لا تبالون به ولا تصدقون، وتقولون ما يهلكنا إلا الدهر، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب، والذي يراد بالكتاب كتاب الأعمال، وثمة ميزان، قيل إن الذي يوزن عليه صاحب العمل، لحديث عبد الله بن مسعود لما صعد الشجرة فتعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال آخرون إن الذي يوزن صحائف الأعمال، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. إلى آخر حديث البطاقة، وفيه فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. فقالوا: موضع الشاهد من الحديث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وقيل إن الذي يوزن العمل نفسه، والقائلون بهذا القول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. والأرجح والصواب إن شاء الله أن يقال إن هذا كله يقع، يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله، يوزن الرجل وصحائف عمله وعمله، والعلم عند الله. قال ربنا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين، صابهم الخوف والوجل لما ينتظرون، وترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي من الذي في الكتاب، من الأولى جارة وما الثانية موصولة وأدغمت بعضها ببعض، مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا. واختلف في معنى يا ويلتنا، هل التاقيلة المبالغة أو هو إخبار على الحسرة والفضيحة والندم، وهذا أظهر. قال امرؤ القيس: قالت لك الويلات إنك مرجلي. وامرؤ القيس، وأنا قلت استطرد أحيانا، شاعر جاهلي ربما مر معنا الحديث عنه، يقال إنه أمير الشعراء في جهنم، ويلقب بذي القروح لأن أهدي إليه عباءة مسمومة فلبسها فتجرح وأصبح ذا قروح، ويقال له الملك الضليل لأنه رام ملك أبيه فلم يحصل عليه. قال الفرزدق: وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا، وأبو يزيد وذو القروح وجرول. فيقصد بذي القروح امرؤ القيس، ومعنى امرئ القيس أي رجل الشدة، معنى امرؤ القيس أي رجل الشدة، وهو صاحب المعلقة الشهيرة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فيقولون إنه أول من وقف، إنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، ويذكرون عنه أشياء أخر. والمقصود التعريف به إجمالا، فنقول: قال لك الويلات إنك مرجلي. وهنا قال الله جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. هذا استفهام، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معنى لا يغادر، أنت تعلم
أن السيل يأتي على الوادي ثم يمضي ثم يترك السيل غدران ماء، يترك السيل غدران ماء، فيأتي الناس يقيلون عند هذا الغدير، فيسمى هذا غديرا لأن السيل تركه وغادره، تركه ومضى وغادره، يعني بقي بعد السيل. فهؤلاء يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، أي ليس هناك شيء من المعاصي يتركه لا صغيرا ولا كبيرا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال أهل العلم قدمت الصغيرة لبيان الدقة في الإحصاء، وأخرت الكبيرة وجيء بها ليعلم العموم وأنه لا شيء يترك، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بين أعينهم ولا يظلم ربك أحدا. والله جل وعلا منزه عن الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله جل وعلا الظلم على نفسه وحرمه على عباده. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، سجود تحية لا سجود عبادة، وهذا أحد خصائص خص الله بها أبانا آدم أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان حاضرا في المنزلة، وكان من علية من يغدو ويروح مع الملائكة لصلاحه آنذاك، لكن كبره وحسده أرداه. قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، أي من أمة الجن، ففسق أي خرج عن أمر ربه بأن امتنع عن السجود. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وهذا يدل على أن الجن يتناكحون بخلاف الملائكة، فإنه لا يقع منهم تناسل ولا تناكح ولا تكاثر، إنما يخلقون بأمر الله. أما الجن مثلهم في هذا الشأن مثل الإنس، يتناكحون ويتناسلون فيتكاثرون. قال الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فسق عن أمري فكيف يتخذ وليا، بئس للظالمين بدلا. بئس عند النحاة فعل ماض جامد يقابله، هذا في المدح، هذا في الذم، ويقابله في المدح نعم، نعمة. قال الله جل وعلا بئس للظالمين بدلا. ثم أخبر الله جل وعلا أن لا سلطان لهؤلاء الشياطين حتى يعبدوا من دون الله، فقال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وما هنا نافية، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ولم يشهد بعضهم خلق بعض. يفهم من هذا من حيث الجملة أنهم عبيد لله، شأنهم شأن سائر الخلق، عبيد لله شأنهم شأن سائر الخلق، فإذا كانوا عبيدا لله شأنهم شأن سائر الخلق، لا ينبغي أبدا أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، لا من دونه ولا معه، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وهو مستغن عنهم، ولم يشاركه جل وعلا في خلقه أحد. ولهذا كان بعض الصالحين يقول اللهم إنك خلقتنا ولا أحد معك فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله جل وعلا خلقنا وهو مستغن عنا ولم يشاركه في خلقنا أحد، تبارك اسمه وجل ثناؤه. إلا إبليس كان من الجن فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. تبقى مسألة للثقات من العلماء، هو أن بعض أهل العلم يقول إن في هذه الآية دليل على أن إبليس من الملائكة، قالوا لأن الجن تأتي في معنى الملائكة، واحتجوا بقول الله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فقالوا إن الملائكة، إن العرب لم تنسب الجن إلى الله، وإنما نسبت الملائكة إلى الله، قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقالوا إن معنى آية الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي بينه وبين الملائكة، فالجن مدار الكلم والأحرف عنهم الاستتار والخفية، وهذا متحقق في الملائكة. ف
فقال بعضهم إن قول الله جل وعلا إلا إبليس كان من الجن يراد به كان من الملائكة، لكن الأصل حمل ألفاظ القرآن على ظاهرها ويبقاء الأمر على ما هو عليه. والصواب إن شاء الله أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان إبليس من الجن، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين. وقد استدل على أن الله جل وعلا قال في حق ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا عصى ربه بنص القرآن وبنص السنة. أما قول الله جل وعلا أخرج منها، أي من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس قبل أن ينتهي عن السجود لآدم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف هذه الآيات المباركات ليبين لنا جل وعلا الطريق الأمثل والسبيل الأقوم إلى رضوانه، وأنه وإن فطر قلوبنا على حب الزينة من الأموال والأولاد، فإنه جل وعلا بيّن أن الذي ينفع بحق الإيمان به تبارك اسمه وجل ثناؤه مع العمل الصالح الذي به يسود العبد عند ربه تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يسعى في مرضات الله، فيقول الله لجبريل: إن فلانا يسعى ليرضيني أشهدكم، أو يقول جل وعلا: فرحمتي على فلان، فيقول جبرائيل: رحمة الله على فلان، فتقول حملة العرش: رحمة الله على فلان، فيقول خزنة السماوات والملائكة: رحمة الله على فلان، ثم يكتب له القبول في الأرض. فهذا يدل على فضل العمل الصالح وأنه به تكون المنجاة، كما قال ربنا هنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومعنى وخير أملا: إن الإنسان يصنع الصنيع، يأمل ذات يوم أن ينفعه ذلكم الصنيع. ومعلوم أن الإنسان لو صنع صنيعا مع رجل من عامة الناس ثم بدا له بعد ذلك أن يلجأ إليه، فغالب الظن أن من أحسن إليه سيكافئه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فكيف بحسن التعامل مع رب العالمين؟ الإنسان العاقل يجعل له ودائع عند الله من سريرة حسنة وطوية صادقة وعمل صالح لا يعلمه الناس، فتكون أشبه بالودائع عند رب العالمين جل جلاله. فإذا قام الأشهاد حشر العباد، كانت هذه الأعمال نفعا له عند الله. وهذا كما قلت يأخذها الإنسان في باب الحياة الدنيا مع البشر الذين تتقلب قلوبهم، فكيف بالتعامل مع الله جل وعلا الغني الحميد. كلنا نسمع بالمثل القائل: جابر عثرات الكرام. وأصله أن رجلا كان أميرا على إحدى الولايات زمن سليمان بن عبد الملك، ثم سمع أن رجلا من الرجال الأوفياء الكرماء أصابه دين فانقطع عن الناس ولزم بيته، فأخذ 4000 دينار وذهب إليه في ظلمة الليل وطرق بابه وأعطاه إياها، فاستحلفه بالله أن يقول له من هو فأبى، فلما أكثر عليه قال له يريد أن يتخلص منه: أنا جابر عثرات الكرام. ثم مضى الرجل، بقدر الله أخبر زوجته بما وقع. وأظن أنه حسن من الرجل أن يخبر أحدا من الناس، أي فرد، بشيء يخصه، فقد تحتاج إلى هذا الرجل ذات يوم شاهدا معينا نافعا. لا يحسن أن تكون كل الأمور مكتومة. فالرجل أخبر زوجته بالقصة وأنه استحلفه وأنه قال له جابر عثرات الكرام. ثم إن الوالي أي أمير المؤمنين بدا له أن يغير هذا الرجل الذي أعطى 4000 دينار، وأخذ يبحث عن بديل. فذلكم الأول خرج من عزلته، لأن 4000 دينار أحيته من جديد، هو لا يعلم أن صاحبه هذا الذي أعطاه إياها. ثم إن الخليفة اختاره لأن يصبح بدلا من هذا، فوجد نقصا في بيت المال قدره 4000 دينار، فأخذ يجلده يسأله أين المال. وهذا تأبى نفسه الحرة أن تخبره أنه أعطاه إياه، فما زال يجلده يوما بعد يوم يريد له أن يقر. فلما أكثر عليه علمت المرأة، فمرت على هذا الأمير وقالت: ما كان جابر عثرات الكرام
ليستحق منك كل هذا. ففطن وعارف أن هذا غريمه وخصمه الحق الذي كان يبحث عنه، خصمه وغريمه بمعنى الرجل الذي ينشده، فاستحيا منه وأكرمه وطيبه، ثم أخذه إلى أمير المؤمنين وقص عليه الخبر، فأعجب أمير المؤمنين بحسن تصرف الرجلين. موضع الشاهد من هذا الخبر التاريخي أن هذا الحر الأبي نفع معه المعروف وكمل معه الصنيع، هو محتاج إليه، لكن العباد عندما يتعاملون مع رب العباد جل جلاله يعتمدون على ركيزتين عظيمتين: أولا غنى الله عن عباده، والأمر الثاني أن الله لا يظلم عباده. غنى الله جل وعلا عن عباده، وأن الرب تبارك وتعالى لا يظلم عباده. فإذا أدرك المؤمن هذا سارع في الخيرات وسابق في الطاعات، مستصحبا بين عينيه قول الله جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقول الله جل وعلا: إن نحن نكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأمثال هذه الآيات تزيد المؤمن يقينا بالطريق الذي يسلكه والسبيل القويم الذي يسير عليه. طول الأيام وطول الأمد أخبر الله جل وعلا أنه من أسباب قسوة القلوب، ومثل هذا يتغلب عليه بأن الإنسان ينوع في العبادة، فكل ذات مرة يسلك طريقا حتى يقطع على نفسه أن يدخلها السآمة والملل من العمل الصالح، ويبقي على عمل وإن كان قليلا دائما. أحب العمل إلى الله أدومه وإن كان قليلا، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما في البخاري في الحديث الصحيح. فالمراد السعي في الخيرات والمسابقة في الطاعات، هذا المعنى المراد من قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما ذكر الله جل وعلا أهوال يوم الآخر بعد هذا الأمر إلا لأنه يعلم أن الإنسان متى كان يخاف أهوال يوم الآخر كان أقرب إلى الطاعة. فلم يقل الله في حق الأبرار: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. والإنسان إذا جعل الدار الآخرة بين عينيه والوقوف بين يدي الله، وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه آذاه رجل فقال: والله لولا يوم العرض الأكبر لأجبتك، أي لا يمنعني من إجابتك، ضعفي وعجزي، لكنني أخشى الوقوف بين يدي ربي تبارك وتعالى. وهذه من سنن الصالحين أنهم يصبرون ولا يجارون السفهاء في أحوالهم، لأنهم يخافون يوما يقفون فيه بين يدي ربهم تبارك وتعالى. وقد رددنا من قبل قول القائل: إذا جرحت وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنيت. وهذه مطالب وإن كنا ننظر لها إلا أن دون تحقيقها خرط القتاد، لكنها يسيرة على من يسرها الله عليه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في لقاءين متتابعين تحدثنا أيها المباركون عن بعض نبأ سورة الكهف، بدأنا بأحوال أهل الكهف أنفسهم، ثم عرجنا على قول ربي تبارك وتعالى: المال والبنون. ويبقى إن شاء الله تعالى لقاء ثالث في سورة الكهف حول قول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه. وإن كنا قد تحدثنا عن نبي الله موسى في سورة القصص وعن مقارنة بينه وبين أخيه هارون، لكن هذا اللقاء القادم بإذن الله سيكون محصورا في نبأ موسى وفتاه مع العبد الصالح الخضر. قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.